أقيمت النهاردة فعاليات حفل فلسطيني مصري على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العالمين الجديدة. الحفل قدم مجموعة من الأغاني التراثية الفلسطينية وكمان الأغاني اللي بتناقش القضية الفلسطينية. تفاصيل أكتر عن الحفل هنعرفها من المايسترو محمد عبد الستار. مساء الفل عليك يا مايسترو. مساء الجمال، أهلا وسهلا معك. يعني التواجد الفن الفلسطيني موجود من أول يوم في المهرجان، يمكن في حفل الافتتاح شفنا سواء الأزياء الفلسطينية أو الدبكة وغيره كان موجود بقوة، ولغاية النهاردة في كل يوم فعالية مختلفة بتضم الفن الفلسطيني. احكي لنا أكتر عن الفعالية الموجودة النهاردة يا فندم. والله هو الحقيقة احنا كلنا من قبل السيد وزير الثقافة والأستاذ الدكتور لمياء سيد رئيس دار الأوبرا يعني قالوا لنا إن في حفلة تتعمل يعني عن فلسطين وكده، فالحقيقة قعدنا عملنا جهد كبير جدا علشان نطلع الحفلة بالشكل اللي يليق يعني بالحدث. يعني إيه هي الأغاني التراثية الفلسطينية؟ احنا الحقيقه قدمنا القدس العتيقه وزهره المدائن وعربيه ارض فلسطين وعلى عهدي على ديني انا دم فلسطيني، وقدمنا الحلم العربي، وقدمنا مصر تتحدث عن نفسها، وقدمنا مصر يا ام الدنيا. يعني هي تنويعه من الاغاني يعني الجميلة المعبرة عن القضية الفلسطينية بشكل كبير يعني. وتفاعل الجمهور مع الأغاني دي، يعني معظم الأغاني دي احنا تربينا سواء تربينا عليها أو حافظينها يعني من وإحنا صغيرين جدا، ولو حتى يعني يمكن على عهدي على ديني أنا دمي فلسطيني يمكن جديدة شوية، لكن برضو كمان كلنا عارفينها كويس قوي، لأن احنا يعني احنا فعلا مهتمين طول الوقت بالقضية الفلسطينية. فالتفاعل الجمهور المصري كان عامل إزاي؟ بصراحة يعني الناس كثرت الدنيا معانا الحقيقة، وكانوا متفاعلين بشكل كبير جدا، وموضوع لقى استحسان هايل، ويعني خلصنا الحفلة مش عايزيننا نمشي، فضلوا يسقفوا عشان نقول تاني، بس احنا كنا محكومين بوقت، فالحمد لله يعني الناس متعاطفة مع القضية الفلسطينية بشكل غير عادي يعني. طب مايسترو، يعني بعد مشاركة حضرتك في المهرجان احكي لنا عن يمكن الفيدباك من الجمهور، أو يعني الجمهور حضوره لهذه الفعاليات، وانتوا كمان شفتوا ده ازاي في المهرجان؟ والله هي يعني المهرجان بتاع العالمين ده الحقيقة يعني بيدي فرصة مش لينا احنا بس، بيدي فرص لفنانين كتير قوي ان هم يبقوا متواجدين ويتشافوا بشكل كويس جدا يعني، والمسرح رائع جدا، والجمهور اللي قاعدين سميها بشكل غير عادي. الحقيقه يعني انا مبسوط ان في بلدنا يحصل مهرجان زي ده، يعني نقف جنب الفرق اللي بتقدم فن بجد واللي بتقدم فن هادف، يعني عايزين نرتقي بالسوق والاغاني التراثيه والاغاني الجميله اللي احنا تربينا عليها زي ما حضرتك قلتي، هو ده اساس الغنى الكويس يعني. احنا مبسوطين قوي يا مايسترو بالفعاليه الحلوه قوي دي، يعني سواء الاغاني اللي احنا فعلا بنحبها وبنحب نسمعها من زمان قوي، او حتى التواجد للاغاني والفن الفلسطيني طول الوقت اللي موجود من بدايه المهرجان ولحد النهارده ولغايه اخر يوم في المهرجان هيبقى موجود. بنشكرك المايسترو محمد عبد الستار، كل الشكر ليك يا فندم.